يا ولد، احنا بالنسبة لنا جاتنا رأس السنة، نريد فيديو مضحك. احنا خو ما نستمر كله فيديوهات حزينة ومدري شنو وقصص واقعية. احنا ما نريد هذا الشيء. فكرة حلوة. شكرا لي نصور. احنا 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 مو يعني قبل نصور، احنا لازم نقعد نجهز الفكرة. يا ما نجيب لكم اجتماع بيناتنا على مود نجهز الفكرة مال كريسمس. فكرة حلوة. نطرح فكرة يعني الناس تستقبلها، المتابع يعني من يشوفها يعني يقول صدق اكو تغيير بالقناة. يعني يحس احنا جاي نتعب، احنا جاي نصور يعني بتعب صدق. اي مو مشكلة نصور، نقعد نفكر هسه فكرة نرتب لنا على كريسمس. شكو بيه؟ يعني انتم ما عندكم شيء. لا يعني واحدة هم لها ثاني ذاك اليوم بالله خيره وبتاخذ الله خيرك مالك العالم. سوى مالك العالم. ما يصير لا استردون هو لو خير، هو لو خيرات مو سهلات وصعبات. احنا نريد نحمس العالم. هو قال انت تطلع من يمك. هو انا اخذت شنو؟ اخذت بس وحده. طلعتكم مثل الفاتحه. وحده شنو؟ وحده سهله يعني على فرصه. استردون وصلين. قلنا بالسياره مو كيف بعد عتهد القديم. قوم ما طول زيد نفكر فكرة نسوي لنا صينية مرة يقوم حق الميتين من الجوع. على الميتين من الجوع بطولة فقيرة جايين جواها. يلا 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 أعطيكم فكرة تسولف بيها ولا لا؟ هاي سووا مقلب بس كل واحد يراقبنا قبل لا يطب. شو راح نسوي؟ اسمعني راح نسوي مقلب عوداني دجيتك ورجعت بالياء خلينا نشوف ردة فعلك ماشي؟ يا بس خلص لا اصلي طب احرق شو سوي لا صح سووا كل مقلب بس كل واحد يراقبنا ما عاد ما عاد ما عاد ما راقب الدور اي ولد شو اخباركم؟ شكو شو سجل؟ والله الحمد لله والله بخير. اذا انتم بخير احنا بخير. هسه راح يجهز الريوق. يبقى بس عندنا الصنبور راح اجيبه. بس خليه يكمل. ماشي الريوق. يا ولد جاي نشوفكم بالقصص الواقعيه ادواركم شويه 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 رادي لها تصحيح. ليش انا ما حد جاي يتعب على روحه؟ ليش بالعكس يعني احنا صح جاي نقدم شيء ويعجب الناس هو جاي يعجب الناس ما قلت ما يعجبهم الحمد لله ما شفت فيديو يعني تعليق يعني مو حلو التعليق ذاك من ذاك اللي علق شيء مو حلو لو ما مفتهم الفكره لو شيء طبيعي على الاقل زلي يدور ايه هو عادي خليه يدور مرور الايام شوي شوي انت ما تقول تبادل قناه تحصل شنو الانتقادات من الصغير لحد الكبير هاي بعد كل من حسب عقليته شلون يفتهم الفكره مالتك احنا العلينا شنو نتعب بالفكره تتعبون على انفسكم وان شاء الله التوفيق من الله ما شاء الله نقول ان شاء الله ان شاء الله شو من الريوق يا بريوق يعني يا بني روح كذا جعني روح شو من الريوق راح يسوون ريوق راح اروح لا تجي ولا تدفع علي ولا تقرب الحين بتجي الصينيه الحين بتجي الصينيه والصمون يا زيد خير راح اروح اجيب صمون مو ابد لا تجيني بعد لا تدفع يمي يلا زيتون شوف هسه كل شيء سوى مهمه روح تجيب لنا سكينه وتجيب لنا فنينه وتجيب لنا شلون الدم هيك شغله حرام ايه بسرعه بسرعه بس مو اذا شفته بالبيت غلس لا خليني اشوفك من جديد لا خليه يحس بالنقع هو راح يجيب صمون هسه راح اسوي حجوه راح هيك كانه قاعد راح نام بالقاع مثل ما كان نشوف هذا فعلا من يطب بس مو دعاري لا مو مضحك لا قاعد اي ما هو انت وصل روحك مو دعاري ما يدخل بي ما اضحك والله من هذي تشيك حتى نفسه قطع من يطب هو شباب هسه ايمن كملنا وياه المقلب مختذى راح يجيب شو يجيب؟ صمون صمون العيدين هسه نايم هو بعدها هسه خلي السكين وزار بالعافيه خلي عاد العوف ما فهده مو جايب بس روح جيب لنا الدم وتعال لما يجي هو قاعد بيها خطيب شلونكم شباب؟ نعم نعم عوف الشباب نعم 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 لا داخلها هسه الباب شنو هاي؟ شنو هاي؟ وعلي حاج شنو شنو هاي؟ يابا شو يسوي لك؟ ظني يغلط بالحكي وزارته بالسكينه لك شنو هاي؟ شو يسوي؟ لك انت تحكي صديق لك انت تريد لنا بداهيه هذا اضربه مو انا حمود اضربه مو انا حمودي شنو؟ مو انا ضربته حمود اضربه لك مين اضربه؟ I'm
ونضرب اموال. لكن تقدر انا كنت زمان. وانا حمودي. تريد انه بداهية. وانا حمودي روح. شنو حمودي؟ هو من عرفته بالبيت؟ انت من عرفته بالبيت؟ قفتكم بالبيت سووا لي هيج. لك هذا هسه هذا ابوه وين يروح؟ وين الطرقه؟ ايش يسوي بينا هذا ببيتنا؟ تعال هذا شو يسوي لي؟ لك انت ما تحكي شنو هو؟ هو سجاد. سجاد ضربه؟ لا غطيه لا لا يا الله كريم بجاياتك.